السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن برنامج اسمه سكريبس. البرنامج ده متخصص في عمل المجلات، يعني بينافس مثلا برنامج الانديزاين. البرنامج بس إن هو مجاني أوبن سورس، مش محتاج لا كراك ولا باسورد. محدش يقول أنا عايز الكراك، لأن هو أصلا مش بيتكرك. المبرمج سايبه صدقة جارية على المرحوم، فالبرنامج مش محتاج أي كراك خالص. لما نيجي نبص عليه بيقول لي أنت عايز تعمل إيه. عندي أربع اختيارات. نيو دوكومنت، هتبدا ملف جديد خالص فاضي بدون اي مشاكل خالص. عايزه صفحه واحده، صفحتين، عايزه ثلاث صفحات زي ما انت عايز. عايز السايز بتاعه قد ايه، عايز الاتجاه بتاعه افقي ولا راسي، عايز الويتس والهاي بتاعه قد ايه، عايز اول صفحه ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال. دي من الخصائص المهمه، يمكن واحنا شغالين على الانديزاين مش موجوده غير لو انت جبت النسخه اللي هي النسخه اللي معموله للعربي. بعد كده بيقول لي المارجن جايد، عايز مسافه قد ايه، النمبر اوف بيج، عدد الصفحات اللي انت عايزها، الوحده انت تشغل بقى وحده باليونت بوينت ولا بالمليمتر ولا بالانش زي ما انت عايز. وبعد كده بيقول لي انت عايز ممكن تختار تمبليت، يعني اشكال جاهزه. يعني ممكن تكون مثلا عايز تعمل بيزنس كارد بحيث تكتب فيها بقى مواصفات الشركه اللي انت عاملها. طبعا انت ما عندكش شركه، بس ايه، هتنصب على الناس وتعمل كارت كده، فانت ممكن تلاقي اشكال جاهزه موجوده. ممكن تكون في بي دي اف برزنتيشن، حاجات اشكال جاهزه. ممكن لو انت عندك ملف موجود تقدر تفتحه وتشتغل عليه. لو تجيت تبص على الامتدادات هتلاقي مثلا الحاجات اللي هو بيفتحها، مثلا اوبن دوكومنت، اوبن اوفيس، ده برنامج بينافس المايكروسوفت اوفيس بس ميزته ان هو مجاني واوبن سورس ومش محتاج لا كراك ولا باسورد. برضو بيفتح هو حاجات فيكتور، من ضمن البرامج اللي بتعمل فيكتور كويس بنصح بيه. لينك سكيب ده برضو اوبن سورس ومجاني. حتى بيفتح البي دي اف، تقدر تفتح ملف بي دي اف وتعدل عليه. اخر حاجه لو انت اشتغلت مشاريع قبل كده تقدر تفتحها من هنا. طيب انا اجي هنا اقول له افتح الملف جديد واقول له اوكي، هلاقي انه فتح الملف زي ما انت شايف صفحتين دبل. تمام، تقدر تعمل زوم زي ما انت عايز من هنا. طيب انا هاجي اقول له انا عايز ابدا هنا اكتب تكست، فهقول له من هنا انا عايز التكست فريم بالشكل دوت. طيب عايز ابدا اكتب فيه شويه حاجات، ممكن اقول له انسرت انا عايز سيمبل تكست، فبيقول لي انت عايز انهي لغه، فبقول له اكتب الانجليزي. ده مجرد مثال بحيث اي كلام تقدر تعدل فيه. فانا هنا دلوقتي محتاج F2 او من ويندوز بروبرتيز بشوف الخصائص اللي موجوده لنص التكست دوت. تقدر تعد تحط بقى زي ما انت عايز، تقدر تشوف مثلا الاكس في الاكس بوزيشن، تحرك زي ما انت عايز، الويتس تغير فيه، الروتيشن ممكن تعمل روتيشن زي ما انت عايز الشكل دوت. ممكن تحدد تقول لا ده انا عايز الف من الناحيه دي، خلي مثلا هيلف من النص بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايز التكست دوت اعدل الفونت بتاعه، عايز اعدل مثلا اخلي ايتاليك بالشكل دوت. تقدر تعدل على جزء معين كده بالشكل هنا مثلا اهوت. وممكن تقول له بقى الخصائص، مثلا عايز الكلام ده في النص، عايزه يمين، عايزه شمال، عايز اغير اللون بتاعه اخليه مثلا فحلوي. ده اظن الفحلوي، لا ده مش انت، مش موجود الفحلوي. كويس انه مش موجود، ده احسن ميزه في البرنامج اللي هو مش موجود عشان ما اعرفش هو ايه اصلا. في ستايلات جاهزه للبارجراف، فيرست لاين المسافه تبقى قد ايه، الكولوم انت عايز كام كولوم في الشكل دوت. ممكن تخلي مثلا في كذا كولوم زي الجرانين اللي محدش بيقراها بالشكل دوت. اللي جايب قد ايه، التوب، الليفت، الرايت، دي كلها خصائص تقدر تعدل فيها شكل التكست اللي موجود. برنامج من البرامج السهلة والجميلة جدا لو انت شغال في مجال المجلات ومش قادر تشتري نسخة أصلية من البرامج الغالية، تقدر تستعين بيه وتقدر تصمم حاجة بروفيشنال وحاجة يعني تفيد الناس إن شاء الله.